هذه. الحمد لله أن الخبر هو وفاة الطفل ريان، رغم أن الجهود جهود رجال الإنقاذ وصلت إلى الطفل، تم انتشاله، كانت لدي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في موضوع جديد. أولا كل التضامن والدعاء للطفل ريان اللي لحد الساعة كنسجل هذا الفيديو وعملية الإنقاذ يعني مازال مستمرة، والله يكون في العوان ديال والديه، وقلوبنا مع هذا الطفل. نطلب الله يعني يخرج من هذه المحنة، لأن الطفل 5 أيام هو في يعني واحد في واحد البئر على عمق تقريبا 30 متر، يعني اليوم الخامس. موضوعنا من مواضيعنا الأساسية وهو إغلاق الحدود ولا فتح الحدود. لحد الساعة ما فهمناش المغرب بوحده اللي شاد الحدود ديالو، كاين دول أوروبية وأمريكية ويعني تقريبا العالم كامل كله فتح الحدود ديالو، إلا المغرب شد علينا الحدود. وهذا الشيء يعني من 29 نوفمبر 2021، وفي 24 ديسمبر 2021 يعني قرروا باش يمدوا مدة الإغلاق، وقالوا حتى 31 يناير. واليوم كنسمعوا شي حاجة 7 فبراير، ولكن ما كانش شي حاجة مأكدة لحد الساعة. وانتم كنشوفوا هذا الخبر اللي تلقات يعني الدولة الهولندية مع الدولة المغربية، يعني فوقاش غادي تفتح الحدود، تيقولوا 7 فبراير، ولكن لحد الساعة ما كايناش شي حاجة مؤكدة 100%. المهم الغرضي من هذا الموضوع هو بغينا نعرفه، واش الحدود مشدودة على الجميع ولا غير حنا احنا الجالية، يعني نقول بحال هكا، واش الحدود مشدودة علينا غير حنا الجالية ولا مشدودة على الجميع؟ نشوفوا هذا المثال البسيط. هانتوما كنشوفوا هذه يعني مؤثرة معروفة بنادى حسي، هيا كيف كنشوفوا يعني في التاريخ 9 ديسمبر 2021، مصورة يعني مع ستاتي في عيد ميلاد ديال بنتها. عقلوا معايا، 9 ديسمبر 2021، عندها صورة في 14 يناير، كذلك مازال في المغرب. ولكن غنجيو لهنايا 23 يناير 2020، هي كتبان 18 ساعة يعني من قبل. هذه مشات دير واحد دعاية، يعني هي والأخرى دعاية لواحد الشركة اللي كينفخو ويفشو، فهمتي يعني دعاية، وما غاديش ما تكلفهم هذه العملية والو، يصاوبوا قنانفهم سنانهم ماشي مشكلة. هانتوما كنشوفوا زيد، هاي هنا إلا لاحظتوا معايا، هاي مع هاد الربعة اللي هما لوبيا طالوني وصاري زيدنا وسينا الفضائية، هادو كلهم تتواجدوا في اسطنبول. هانتوما كي كتشوفوا، هاي هي والاخرى في اسطنبول 19 ساعة من قبل، يعني كيف قلنا كان اليوم 23 واحد، يعني 14 يناير كانت في المغرب، و 18 ساعة غتكون 22 في 1 كانت في تركيا. نزيدهم هما كيف قلنا، هما بربعة كيف تشوفوا اسطنبول، يعني بالحساب ديال الاخرى. اللي بغينا نفهموا في هذا الشيء، من خرجت هذه السيدة الى الحدود مغلوقة، يعني منين خرجت؟ هذا الشيء اللي بغينا نعرفه، منين خرجت هذه السيدة اللي كانت يعني في ديسمبر في المغرب، والمغرب غلق الحدود ديالو في 24 ديسمبر، هي 19 ديسمبر مازال في المغرب، ولقاوها في 22 يناير 2022 في اسطنبول، مشات دير عملية تنفخ قنانفها. واش هاد القانون ساري على الجميع؟ بغينا نعرفو، على المغاربة كاملين ولا على اللي غيدخل ولا اللي غيخرج، ولا ساري غير لينا حنا الجالية المجلية؟ هادشي راه ما يدخلش الدماغ، والله ما يدخل الدماغ. الهيئة العلمية ولا الهيئة الفضائية، كيفاش الهيئة العلمية؟ نتوما اللي عندكم الهيئة العلمية اللي كتعرف راه المرض مثلا راه على العالم كامل،
ماشي غير على المغرب، وتزيدوا لنا يعني شحال راه الناس ماتت لها والديها، راه ما غنبقاش نزيد نطبخ في هذا الشيء، ولكن راه مشاكل وقعت وراء هذا السدان. واللي بغينا نعرفوا واش البلاد مشدوده غير علينا حنا ولا على الجميع؟ يعني قرار ماشي في محله بزاف، وبزاف على هذا الشيء بزاف. هانتوما كتشوفوا راه بغينا نهبطوا راه في 28 27 ديسمبر الى حتى 18 يناير. هانتوما كتشوفوا يعني 16% ديال التيكيت، وهكاك لحد الساعه مازال ما كتبش. وهاد الناس من تيخرجوا للمغرب لتركيا ما عرفت واش الرحلات لتركيا مطلوقين، انا ما عارفش. ولكن اللي كنسمع انا اغلاق الحدود، يعني الحدود مغلوقه، ما كيدخل حد ما تيخرج حد. منين خرجت هاد السيده ما عرفت انا، هذا هو والله انا ما عرفت منين خرجت هاد السيده. شكون هي بقدر سلامتها؟ مؤثره ولا مزعتره؟ وحنا مالنا الشغل ماشي شغلنا، حتى حنا راه عندنا والدينا ومصالحنا، وزيد 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 والناس ماتتنا والناس مرضاتنا، و شنو زعما تسنى وتسنى ولا تمنى لا تفنى؟ هادشي راه عيب وعار. قانون يسري على جميع المغاربه ولا على جميع اللي غيدخل ولا اللي غيخرج، ماشي يسرى غير علينا حنايا. وحدين اخرين يخرجوا ينفخوا قنانفهم وشنو نفهم، والله لا عيب وعار. شوفوا الحقره كيف وصلت لهاد المواطن. ولكن الخبر الثاني فهو على هذا السيد، نترحموا عليه، الله يرحمه برحمه الله. على ما اظن توفى هذه واحد 3 اسابيع ولا شهر. هذا السيد عبد السلام فرح يعني قضى حياته اكثر من 40 سنه في ايطاليا، بواحد البلدة صغيرة نواحي جينوفا اللي هي ميزانيغو إلا ما خطأت في تسميتها. هاد السيد منذ سنة 1978 هو كيتواجد يعني في إيطاليا. تخيلوا المفاجأة، وهو يتسمى شارع بسميتو، شارع في ذاك البلدة بسميتو. شوف الناس اللي كتكرم الناس، المهم راه طوب وحجر، ولكن بحال هاد الحاله يعني اشدهم ليه، ماشي ايطالياني، ما هو شاعر، ما هو فيلسوف، واصلا ماشي ايطالياني، يعني مغربي. كيف قلنا قضى حياته تماك في ايطاليا اكثر من 40 سنه. اللي خلاه يتسمى هاد الشارع بسميتو وهو السيد عبد السلام رحمه الله وغفر له ولنا، كان يعني من الناس اللي ديما متطوعين في الاعمال الخيريه، وكذلك الكوارث اللي كانت تصيب يعني ذاك الاماكن كان ديما في المقدمه لمساعده الناس. وكان من الناس اللي يعني تم على يدهم تاسيس مسجد في ذاك البلده الصغيره، ولهذا خدا يعني احترام الناس واحترام بلديه ولا الدوله كيف كنقولوا. يعني راه البلديه ما يمكنلهاش تقرر شي حاجه، ما غاتجيش وتسميه راه شارع في ايطاليا، راه ماشي في يعني خدا احترام الدوله. ولما مات الله يرحمه برحمة الله، رئيس البلدية ديال داك ميزانيغو قرر باش يخصص واحد الجزء في المقابر يعني للمسلمين، لأن السيد عبد السلام رحمه الله كان أمنيته باش يتدفن تماك. فلهذا قرروا باش يخصصوا واحد الجزء في المقابر يعني في شي مقبرة تماك باش يتدفنوا فيهم المسلمين، ويكون أول مدفونين فيهم هو السيد عبد السلام. ويعني قصة غريبة بحال هكا، والله إلا كتشوك اللحم. سيد عاش في ايطاليا يعني، ومني مات رحمه الله يعني تسمى شارع بسميته، وكذلك يتخصص يعني في واحد المقبره في ايطاليا للمسلمين. شتو الناس كيف كتكرم الناس وكيف كتحترم يعني الانسانيه اللي في الناس، يعني شوفوا الناس كيف كتكرم الناس ويعني كتحترم الناس الى حتى في الموت ديالها. وحنا استغفر الله العلي العظيم ما تنكرموا الناس لا في موتها ولا في حياتها. وانتم كتشوفوا غير هاد شاد العبات هذا، واحد يدخل وواحد ما يدخلش، واحد يخرج وواحد ما يخرج. ما انا ما فهمتش. واللي كيعترض على هذا الكلام يخلي لنا شي تعليق، يمكن نكون انا غلط، بالخصوص على داك ندى الحسي. ما فهمتش انا هاد السيده منين خرجت الى كيف قلنا الحدود يعني مغلوقه،
من 24 ديسمبر وهي عندها ستوريات 19 ديسمبر في المغرب وتصدق في 22 ديسمبر في 22 يناير 2022 في تركيا. منين خرجت هذه السيدة؟ الله أعلم. وهذا هو حالنا وهذا هو بلدنا. نطلبوا من الله يعني يتغير هذا الشيء، يكون شوية ديال التغيير، لأن ما يمكنش بحال هكا. وكذلك أخذ القرارات، شد حل شد حل، غتبقى شد حل، راه غتخسر داك القفل ولا داك الساروت. هو راك انت وقيلات الراين اير ما غتعاودش تطير في المغرب، لان كيجيو قرارات مفاجئه. الناس تخيلوا الناس كتسنى في المطار، يعني شوانطه طلعت للطياره، غنبقى منهم هما غير البوابه التاليه اللي غتدخلهم للطياره. تسناو 5 دقائق 10، تسناو ساعه في التلفزيون عندهم سمحوا لنا ما شدينا. شهاد العابات وشهاد الحماقات وشهاد شي واخا ما كاين والو والو، خليو غير داك الناس يخرجوا بعدا، يا غادي يخرجوا. راه ما فرضتش عليكم دوله اخرى ما تصيفطوا، لا انتوما اللي كتشدوا قرارات مفاجئه. عطيو غير اسبوع للناس ولا، راه الناس هبطت لتماك وبقات مشدوده عباد الله. وتخيل بنادم عنده مسؤوليته هنايا وهبط لتماك ويبقى مشدود، شكون غادي يقابل هاد المسؤوليه اللي وراه هنايا؟ الا خدام شي خدمه راه غيترفض منها، وراه مترفضوا الناس، لان في السده الاولى عاونوهم ولكن قالوا لهم الا تسدد دابا شي دوله وانتم فيها راه ما غاديش نعرفوكم. وقصت الناس من هاد الشيء والله، راه شحال ديال المصالح تضروا يعني. ونبقى راه ما غنساليش هاد الفيديو، نطلبوا من الله يفهمونا هاد المسؤولين ولا هاد الحكومة الأخنوشية، وهاد القرارات المفاجئين ما يتعاودوش يتكرروا، لأنهم فيهم مضرة للناس. إلا عجبكم الفيديو دير لايك، خليو لنا شي تعليق، ناقشونا في هاد الموضوع. إلا ما كنتش مشترك دعمنا باشتراك. أستغفر الله لي ولكم، وأستودعكم الله، وحتى الفيديو للموضوع الجاي.